دايما لها التقدير. دولة الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت. الرئيس اتكلم عنهم النهارده، واحنا قبل كده بنتكلم عنهم من ساعتها، مش من النهارده، من يونيو، من 30/6 بنتكلم عليهم، وقبل كده، بس بنتكلم على الوقت الصعب ده، وقت الشدائد. فاكرين حتى كنا دايما بنذيع اغنيه وقت الشدائد؟ ما هي كانت لاشقائنا، هي كانت لاشقائنا. كان وقتها الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، والكويت كانت كده. ماذا قال الرئيس عن الشيخ محمد بن زايد؟ نسمع يا جماعة، نسمع يا جماعة عشان نعرف الدول والأشقاء عملوا معانا إيه. ما يتنسيش الكلام ده أبدا، ما يتنسيش، عشان بقول لحضراتكم هذه هي العلاقة التاريخية بيننا وبين أشقائنا كلهم في العالم العربي، ولكن في الدول اللي وقفت معانا، لأن الوقت ده كان وقت صعب. وفاكرين حضراتكم بعد بيان 3 يوليو أول بيان طلع دعم لينا مين؟ المملكة العربية السعودية. بيان كان تقريبا 8:30 9 مساء، بعدها بأقل من ساعة كان بيان المملكة، ملك عبد الله الراحل، دعم لمصر وثورة مصر ومساندة مصر. ثم يأتي الشيخ محمد، الشيخ محمد جيب نفسه. طب عمل ايه الشيخ محمد؟ الرئيس النهارده بيتكلم للدنيا كلها، نسمع. نقطتين مضيئتين كانوا موجودين، انا بسجلهم هنا، والشيخ محمد هيزعل، الشيخ محمد بن زايد هيرجع. والله والله والله، وانا قلت الكلام ده في مصر كتير، لكن انا بقوله هنا للشعب الاماراتي ولأي حد يحب يسمع. النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. اسمع يا فيصل، اللي أنا قلته ده كله ما كانش ممكن يحصل وينجح. يوم تاني يوم أو تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 ده، فقالوا الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر. طيب، أول مرة هشوفه. فجيه، يعني كان ساعتها الناس بتقف، أنا بفكر كله، بفكر الناس اللي في مصر قبل، وأفكر نفسي وأفكر الناس اللي هنا، يعني كانت بتقف ناس طوابير على محطات الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. ايوه انا، طب انت